ازاي ده ممكن يتحقق، وخصوصا انه في الحقيقه يعني جمله هيتحقق. فن الممكن دي، لا يعني اسمح لي، هي سيئه السمعه عندنا، يعني احنا يعني سيئه السمعه مش عندنا كاعلاميين، عندنا كرجل شارع او لا لا مواطن بصي، يعني في وصلت له كده ان لان هي السياسه اساسا السياسه مش قاصره على المتخصصين فقط، دي شان عام لاي حد في اي دوله في العالم. حتى احنا نقول سيس امورك، بالظبط، سيس صح؟ امور، بالظبط، ما هي هي كده، السياسه بالظبط، سيسوسك، واخد بالك؟ ايوه بالظبط. ايوه فهنا الفكره نفسها انك انت بتديري شؤون الاخرين، او بتقول تديري شؤونك انت لما بتسيس الامور، تمام؟ ايوه ايوه ده المقصود بيها فعلا. انما ما توصلش بقى، ما هي الحرب ايضا ما هي وسيله من وسائل السياسه في وقت من الاوقات، وده كلام اكبر استراتيجي الماني، تمام؟ احيانا السياسه ما بتسيبلكيش مكان الا انها الحرب، تمام؟ حتى لما اتقامت الحرب وقعوا اتفاقيات في جنيف سنه 49 48 عن حقوق الانسان ودور القوات المسلحه في الدوله الماضيه، حاجات كثيره اتكتبت في هذا المكان عشان يصبغوا الحرب حتى بصبغه اخلاقيه شويه، يهدوا من الروع بتاعها. انما في الفتره الاخيره، يعني في العشر سنين الاخيره دول، في عشرات الكتب في الغرب، مش عندنا، في الغرب اساسا، بدات تتكلم عن الاخلاق والسياسه وضروره تمجهم وضروره ان احنا ننظر لفكره حقوق الانسان تحديدا بمفهوم اخلاقي اكثر، اخلاقيه اكثر، مساواه اكثر، عدلا. فكره العداله والمساواه دي فكره يعني اساسيه في الحضاره الجديده اللي هي حضاره ايه الكتب. اللي دفعهم لتأليف مثل هذه الكتب في هذا التوقيت؟ هل علشان الفتنة خلاص حققت أهدافها ومكاسبها للدول الاستعمارية وخدت كفايتها، فخلاص بقى تعالوا يا جماعة نعمل ان احنا يعني بنتكلم عن الأخلاق، شوف، ولا عشان هم اكتفوا من الآلام وانه الإرهاب خلاص كده كده هو طايلهم طايلهم يعني؟ لا شوف، اقول لك على حاجه، هي برضو النزعه الاخلاقيه في السياسه في الوقت الراهن دي كانت حاجه جميله جدا جدا، وانها من شباب الباحثين، يعني اساتذه وكل حاجه بس من شباب الباحثين، ما هماش الناس الكبار قوي اللي هم موجودين في علم السياسه. اللي في علم السياسه وكبار قوي بينفذوا مشروعات ما زالت مستمره، يعني مشروع الشرق الاوسط الموسع اللي فرحنا بيه ده، انه في وقت من الاوقات وبعدين قلب الدنيا عندنا، وبعدين راجعين دلوقتي نتبرى منه. بيتجدد بحاجه تانيه اسمها الدبلوماسيه الروحيه. وفي شابه في احد المعاهد العلميه كتبت عنه وعملت عنه ندوه وبتبشر بيه، مش بتبشر بيه انه يعني نمشي فيه، لا يعني بتشرح اللي بيحصل فيه، ان اكبر استاذ علاقات دوليه في العالم، اكبر استاذ علاقات دوليه في العالم هو اللي متبنيه، انه يدعو لحاجه اسمها الدين الابراهيمي. الدين الابراهيمي يعني اجمع ما اتفقت عليه الاديان الثلاثه السماويه الثلاثه، اليهوديه والاسلام والمسيحيه، ودول بقى نتفق عليهم وهم دول الدين الجديد للعالم كله. ده نيو وورلد اوردر اللي كان ذكره جورج بوش الاب. ايضا ده الاب داخل في اطار صناعه النظام العالمي الجديد. الجديد، صحيح بس صحيح. في طبعا وجهات نظر تانية، انما ده مشروع، وانا بقول بنبه بس المسؤولين ليه لسبب بسيط، هذا المشروع في منتهى الخطوره وفي منتهى البشاعه، وللاسف الشديد طيب انا عندنا هستأذن شيوخ فيه.